اختراعات، يمكن نعم اتكلمنا قبل اللقاء عن اشياء يمكن تكون صغيره لكن كان ليها او وجودها كان ليه يعني بيثير يعني غرابه غير عاديه، زي صحيح ممكن اتكلمت ان كان في ايام الفراعنه استخدام لادوات تجميل يمكن الناس بتتكلم عنها دلوقتي زي الروج وزي الصبغات وزي الحاجات نعم اللي هي كانت موجودة في الفترة دي. نعم نحب نعرف من حضرتك ايه اللي كان موجود وكان مختلف عن الموجود دلوقتي. المرأة، بص يعني الجملة الأخرانية دي حلوة، هل مصر القديم اختلف عنك كتير؟ ما اختلفش عنك كتير، كلامك، طريقتك، حركاتك بإيديك ما زلت بتعملها وأنت مش واخد بالك، في اللكنة وفي اللهجة اللي ماشي في الشارع، في عملية التجميل بتاع وجه المرأة، حتة الروج أو الميك أب أو كده، عندنا مريت أمون أو مريت إيمن عشان أنطق اسمها صح في السلوك المتحف عموما، المصري. يعني سلوك المصري هي هو سلوك إنساني نمرة صح. واحد وسلوك مصري نمرة اتنين، ودي حاجة معروفة عندنا إن إحنا تاريخنا ما ماتش يعني. العطور، كانت المرأة المصرية القديمة لها طريقة عظيمة جدا، طبعا المرأة المصرية الحديثة ما بتستخدمش الطريقة دي دلوقتي رغم إن أنا شايف إنها طريقة أحسن. لما هتبص في البرديات وهتلاقي وفي المقابر على الجدران هتلاقي تملي في حاجه زي القمع بتبقى فوق الراس، بتبقى عامله كده، بتلاحظوها تملي، والقمع ده بيبقى فيه خرام من فوق كده مثقوب، فكان بيحط جواه البيست او العجينه بتاعت هذه الرائحه النفاذه، فكان وفي ساعات الرجال كانوا يلبسوها كمان، فكانوا يرتدوها فوق راسهم علشان طول ما هم ماشيين زي الفواحه، هي نفس فكره الفواحه اللي بتحطيها في عربيتك دلوقتي. فكان طول ما انت ماشي، وليه بقى دي فكره احسن؟ لان بدل ما انت تحط هذه الاشياء وتتعرض للشمس فيختلط مع العرق فيختلط مع التراب فتعمل مشاكل صحيح. جلديه، لا ده دي خلاص بعيد خالص، والريحه برضه ما زالت حلوه. كانت بتضع زهره اللوتس على الجبهه. وزهره اللوتس برضه يعني رائحتها نفاذه. والمراه المصريه كانت بتحط اللوتس لانها ريحتها حلوه ومنظرها جميل، واللوتس معروف عنه انه بتلاته بتقفل بالليل وبتنزل تحت الميه، وبعدين الصبح على طول بتروح طالعه من بره الميه وتروح فاتحه. قفل البتلات وفتح البتلات خلى المصري القديم يعتقد ان ده ليه دعوه بالموت والبعث والحياه الابديه، فراحت عملت المزج الجميل ده ما بين الطقس الديني وما بين ان انت تجمل نفسك ايه، وعملوا الخلط ده. من ضمن الحاجات الجميله اللي اخترعها المصري القديم هذه الاداه اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. الأداة دي يا جماعة خليني أعرفكم على الأداة دي، شوفوا هي سيمبل إزاي وبسيطة إزاي، إلا إنها العبقرية بعينها. إيه بقى؟ أنتوا بتنظروا الآن إلى مرخت، ده اسمها بالهيروغليفي مرخت. إيه مرخت؟ إيه معنى كلمة مرخت في الهيروغليفية؟ يقول لك إيه؟ تول أو انسترومنت أوف نوليدج، أداة المعرفة. يا سلام، إيه ده؟ دي حاجة بقى فيها كذا. إزاي يعني؟ يعني زي أداة معرفة الكنزول يعني ده قال ولا لك. إيه؟ دي فاكرين زمان وما زال موجود لغايه دلوقتي حاجه اسمها المسطره، الميه ديت اللي بيحطها الراجل عشان يعرف يعمل يبني الشقه كويس والارض تبقى مستويه وحاجات زي كده. دي كان بينزل منها خيط، الخيط في الاخر خلاص بيبقى فيه تقيله، ده ممكن يعمل بيها حسابات هندسيه، ويعتقد كثير من العلماء المحترمين انها استخدمت في بناء الاهرامات عشان يعرف يجيب الايه. انت عندك مشكله كبيره، فلما تيجي تبني انت عايز الارضيه دي، ما انت مش هتعمل اساس بقى، فانت عايز ارضيه الصحراء تبقى مستويه صحيح. وعايز الاتجاه بتاعك يبقى مستوي. انت لو بصيتي في خوفو وخفرع منكورة هتلاقي الاتجاهات بتاعه الفتحه ناحيه الشمال، لان هو عايز احنا بنسميها فتحه، هم يسموها الخروج، الروح ذات نفسها هتخرج من هنا. هو مصر القديم ما عملش هرم عشان احنا نخشه، فبالتالي الكلمه اللي احنا بنقول عليها مدخل هم يقولوا عليها مخرج في المصر القديم. فاداه مرخت دي مهمه جدا لان هي هتعمل لك حساباتك كلها، وبالتالي اطلق عليها اداه المعرفه او الانسترومنت. طيب استاذ بسام، يعني بالنسبه بقى لمجال الطب، هل الطبيب المصري القديم قدر يعمل عمليات جراحيه بنجاح؟ وهل الفراعنه استخدموا اسلوب التخدير في العمليات؟ في منظر جميل جدا في مقبره مش مشهوره للاسف الشديد اسمها ايبوي او ايبوي، الراجل ده ايبوي ساب لنا منظر على الجدران غايه في العجب والغرابه، عباره عن مجموعه عمال بيعملوا بالازميل بتاعهم وبالهامرز بتاعتهم والشواكيش بتاعتهم الخشبيه، وهم بينحتوا مقصوره، ففي واحد فيهم من الواضح من المنظر ان دخل في عينيه رايش من التراب اللي كان بيشتغل عليه في العمود اللي بينحته. فوجدنا شيء عجيب جدا في المنظر ده، وجدنا جابوا مين؟ جابوا سنو إرت، بالهيروغليفي سنو يعني طبيب، كان هناك اسم لكلمة طبيب من آلاف السنين قبل الميلاد،
قبل ما اوروبا تسمى اوروبا، مع احترامنا طبعا لاوروبا، اوروبا اتسمت اوروبا 500 سنه قبل الميلاد. قبل 500 سنه قبل الميلاد اوروبا كان بيطلق عليها ذلك المكان الكائن خلف اليونان. ذلك المكان الكائن خلف اليونان. نعم. انت من قبل الكلمه دي ما تتسمى بفوق ال 1000 سنه بتعملي اللي انا بقوله لحضرتك عليه ده، اللي هو فكره ان انت جايب طبيب متخصص للعيون ومعاه بروب. بروب بيبقى عباره عن حاجه كده طويله كده اهو، يعني وبدا متخصصين كمان، متخصصين مش طبيب وخلاص يعني، تخصص فبدا يشيل بالبروب اللي هو فيه، وده البروب ده بيستخدم لغايه دلوقتي حسب ما قالوا لي دكاتره عيون كبار في مصر، وبيشيل الرايش اللي داخل، ما استناش بقى لغايه لما يقدم على عرضه والعامل يروح يخش يقدم طلب عشان يخش مستشفى مش عارف مين، وعمال يخش المستشفى يكون حصل له حاجات غريبه. في نفس الوقت اليونان لما دخلوا مصر ودرسونا وذاكرونا قبل ابو قراط وقبل بقى الشله الكبيره دي، برضو تحيه الى الحضاره اليونانيه، يقول لك ايه على مصر؟ يقول لك عجبا، لديهم طبيب للراس بتاع الصداع، لديهم طبيب للبطن بتاع الوجع بتاع المعده، لديهم طبيب للعيون. فهم مستغربين يعني ايه انت عندك تخصص؟ خدي بالك ان قبل كده انت بتتكلم سحر، بتتكلم شعوذه، وهات رجل غراب محنيه وعينين مش عارف مين ضفدع عامله، الحاجات اللي هي الغريبه دي. انت دخلت بتقول تخصص نمره واحد فوق الراجل اللي بيتعالج في عينيه ده. وبالمناسبه هذا الطبيب العيون لقينا جنبيه منظر لمقلمه، مقلمه هيكتب روشيتا بعد ما يعالجه. يا سلام. روشيتات، وجدنا روشيتات، ابرز، ادوين سميث، انستازي، كل هذه روشيتات معمول فيها دكتوراهات في الغرب، روشيتات مصريه قديمه. يعني ده فاضل كده يعني ان احنا نقول ان مثلا الفراعنه كمان عرفوا الاشعه. شوفي بقى هنا الاوفر، دخلنا على الاوفر رومانتسايزنج بقى، اللي هي اللي انا بحب، اللي هي ايه بقى؟ حته هو كويس زي ما هو، يعني احنا مش محتاجين نزود حته اصله اخترع الزئبق الاحمر، اصله عمل الاشعه، لكن مش هقول لك ان انت كلامك كله يعني تاريخيا، مش، لا، هقول لك ان كلامك فيه بعض الصحه بس بطريقه مختلفه. في المتحف المصري طلع الدور الفوقاني يا جماعه، وتوجهوا الى غرفه تحنيط الحيوانات. غرفة تحنيط الحيوانات مشهورة جدا فوق في الدور العلوي بتاع المتحف المصري في التحرير. وعايز اقول لك قبل ما توصلي الغرفة دي على يمينك هتلاقي شقافة قد كده، حتة حجر صغير قد كده. التفاصيل في مصر القديمة لا تكمن في المعابد الكبيرة. نصيحة، عايز تطلع صح، عايز تطلع مصر القديم مظبوط، سيبك من المعابد، المعابد لها عظمته، ولها البنى، ولها الطقس، ولها الكهنه، ولها الملك، ولها. عايز تعرف العلم، عايز تعرف الابتكار والاكتشاف، عايز تعرف العقليه المصريه الفذه، انزل للشعب المصري القديم، هو ده. فرسم لك ايه على الشقافه؟ رسم لك سيده من